كلنا بنتعرض في حياتنا لمواقف مختلفة وأحيانا نفس الموقف، بس بيكون رد فعل كل واحد فينا مختلف عن التاني. يعني تخيل إنك سايق عربيتك في شارع وحد عايز يعدي الشارع ده، في جزء مننا هيقول مش هقف للشخص ده وهكمل طريقي عادي، وإن الشخص ده مستفز إن هو عايز يعدي، وفي حد تاني هيقول لأ أنا هقف للشخص ده وهخليه يعدي وهبتسم كمان، وفي حد هتوصل بيه إن هو يشتم الشخص اللي عايز يعدي ده. وفي نفس الوقت الشخص اللي عايز يعدي ده ليه أفكار مختلفة زي اللي سايق بالظبط. طيب ايه سبب الاختلاف؟ ما هو نفس الموقف. ببساطة هنا الاختلاف بيكون في الاي كيو. يعني ايه الاي كيو؟ الاي كيو مش هو الاي كيو، لان مش معنى ان اي حد ذكي عقليا فان هو ذكي عاطفيا. اي كيو يعني الذكاء العاطفي. طيب يلا بينا نعرف يعني ايه الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو قدرة الشخص على التعرف على عواطفه الشخصية وفهمها وإدراك مدى تأثيرها على الآخرين وقدرتهم على السيطرة على سلوكهم وسلوك الآخرين. باختصار يعني إن أنت بتعرف تحول كل المواقف لمصلحتك الشخصية، وبتحولها من حاجة تضايق وتعصب لحاجة اللي هو عادي وحصل خير. حرام اوعيك اوعيك حرام اوعيك حرام. إزاي يبقى عندي الذكاء ده؟ وإزاي أعرف وأتحكم في سلوكاتي وتصرفاتي كلها؟ واحد، إنك تتحمل مسؤولية مشاعرك. يعني لو حد عمل او قال حاجة تضايق بالنسبة لك لدرجة ان انت ممكن تهاجم الشخص ده، فانت المسؤول ببساطة، محدش خلاك تحس وتشوف ان الحاجة دي تضايق غير نفسك. اتنين، الاستجابة بدل من التفاعل. التفاعل اللي هو لو حد شتم او ضرب يبقى الرد هيكون بالمثل او اقوى كمان، لكن الاستجابة هو انك تعرف شعورك دلوقتي وما تكررش اي ردة فعل غير بعد دراستها كويس وتعرف تأثيرها هتعمل ايه. تلاتة، تأثير افعالك على الاخرين. دايما حط نفسك مكان الشخص اللي قدامك وشوف افعالك، يا ترى هيبقى ايه تأثيرها على الشخص اللي قدامك، وبعدها قرر كنت هتعملها او لا. اربعة، تخلص من كل المشاعر السلبية. يعني لو حد هيتقدم لوظيفة لازم يكون حاطط في دماغه كويس جدا ان هو ممكن يترفض اكتر ما هو يتقبل، وحتى لو اترفض فده مش معناه ان المشكلة فيك، لا بالعكس، قد يكون المكان ده مش مناسب، او قد تكون مهاراتك الشخصية محتاجة تتطور شوية عشان الشغل ده يبقى مناسب ليك. خمسة، ابن حدودك. ده هيخلي حياتك الاجتماعية والعملية اسهل ومتوازنة. ستة، خليك دايما متعاطف مع اللي حواليك وقدر الازمات والظروف اللي بيمروا بيها. سبعة، درب نفسك على التعامل وإدارة الأمور بشكل صح، وحط دايما نفسك في مواقف ممكن تتعرض لها وتعلم تتصرف صح في المواقف دي. تامن حاجة، ادي لنفسك مساحة شخصية كل يوم وشوف مشاعرك، وما تحاولش تعترض على مشاعرك الغير مريحة بالنسبة لك، ولكن دور على حلول ليها وحاول تحلها. طيب هو أنا هستفاد إيه لما يكون الـ EQ عندي قوي؟ أكيد هنستفاد كتير. ده هيساعد عقلك جدا انك تتحكم في تصرفاتك، هيساعدك دايما يبقى عندك نظرة سعيدة تجاه الناس والحياة. كون انك بتفهم مشاعر اللي حواليك وبتقدرهم، ده هيخليهم كمان يقدروك، وهيخليك قادر ان انت تحل اي مشكلة او حتى ان انت تتجنب حدوثها. هيساعدك تتواصل مع الناس بسهولة، هيبقى عندك دفع قوي للنجاح، هتبقى عارف تتعامل مع اي ضغوط والتصرف بحكمة، وان انت تبقى طالع من اي مشكلة باقل خسائر. خلصنا حلقة النهاردة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تنموا الذكاء العاطفي عندكم وتتخلصوا من كل الضغوط اللي بتعانوا منها. دمتم بخير.